أصدقائي وصديقاتي في فيديو جديد مع قناة بروف فريد في رحاب اللغة العربية المستوى الثالث. التلوث السمعي تعرف الضوضاء بأنها صوت عالي مزعج الذي يضر بصحة الإنسان ويقلق راحته ويتسبب له في كثير من أمراض وتعد إحدى أخطر ملوثات البيئة إلى جانب التلوث الهواء والماء، ويدعوها العلماء بالتلوث السمعي. ومن أشهر أنواع الضوضاء ضوضاء الطرق التي تعتبر من أكثر أنواع التلوث السمعي انتشارا في العالم. وهذا النوع من الضوضاء مرتبط بوسائل النقل من الطائرات والقطارات والشاحنات والحافلات والسيارات والدراجات النارية، وكلها تحدث أصواتا تزعج الإنسان وتقلق راحته وتضر بصحته. ومن أنواع الضوضاء أيضا ذلك الضجيج الحاد المنبعث من المعدات والآلات التي تكمن في الورشات البناء مثل مثاقب الهواء اليدوية والجرافات وغيرها، ويجب ألا يغيب عنا النوع آخر من أنواع الضوضاء هو ذاك الذي يكمن في أصوات المرتفعة للتلفاز والمذياع والموسيقى الصاخبة الصادرة عن أجهزة الصوتية الرقمية التي يضعها كثير من الناس في أذانهم. ولا تنسى الضوضاء التي يحدثها الإنسان سواء بحركته أم بصوته مثل الصراخ والشغب والكلام بصوت مرتفع وتنظيم احتفالات صاخبة. والمعروف أن جميع أنواع الضوضاء هذه تتسبب الإنسان في كثير من مشاكل الصحية، إضافة إلى أن الضوضاء تربك عملنا وتشوش على تركيزنا وتسبب لنا إجهادا وتوترا وتقلق راحته أثناء النوم، فإنها من أبرز أسباب التي تؤدي إلى ضعف السمع أو فقدانه، حيث إن التلوث السمعي يؤدي طبلة الأذن وقوقعة الداخلية. كما يتسبب التلوث السمعي في أمراض القلب، إذ إن كل ضوضاء تسبب للإنسان إجهادا تترتب عليه زيادة في أمراض في ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، زيادة على اضطراب وظائف الغدد والأعصاب وسوء الهضم. ولا نستثني من هذه المشكلات الصحية ما يتسبب فيه التلوث السمعي من قلق نفسي، خاصة ما يتعلق بضربات النوم اضطرابات النوم وما يترتب عن ذلك من إهمال للعمل وقلة التركيز والنسيان. ومن شأن كل هذا أن يجعل الإنسان عصبيا وذا سلوك عنيف تجاه الآخرين. ومن هنا يعتبر التلوث السمعي من أبرز التحديات العصر، حيث يسعى العلماء في تقليل منه وحماية الإنسان من انعكاسات الصحية والنفسية. ولا تنسوا اللايك والاشتراك في قناتي.